صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، يقول: ما هو البلاء الذي حل بكفار قريش في الدنيا؟ سبحان الله، ما سمعت الآية: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئن، هذا ما هو ابتلاء، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، الحرم يجبى إليه ثمرات كل شيء، فكفرت بأنعم الله. كان الواجب شكر النعمة. لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم الواجب أنهم اتبعوا، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، أبدلها بالرزق بالجوع، وأبدلها بالأمن بالخوف والعياذ بالله. نعم.